نشوف التقرير الجاي. يلا. كايرن كيبل مش أول واحد يتعمل له جنازة وهو على قيد الحياة. عادة الموضوع ده بيحصل بالغلط نتيجة فقدان الاتصال بالشخص ومعرفة أخباره، لأنه مثلا كان مشارك في حرب أو نزاع معين أو كان في طيارة ووقعت. لكن في حالة كايرن الجنازة كانت مقصودة وعن عمد ومش بالغلط، واللي عملها أقرب أصدقائه. والسبب إن كايرن قعد 18 شهر ما يردش على تليفوناتهم ورسائلهم لأنه وقع في الحب، والظاهر كده إن حبيبته الجديدة ما بتستلطفش أصحابه، وده عكس ما بيحصل في بلادنا العربية اللي عادة الراجل فيها هو اللي بيخلي حبيبته تقطع علاقتها بكل أصحابها وترزعهم البلوكات المتينة. لكن بعيداً عن كل ده، تصرف أصدقاء كايرن بيقول إنه كان غالي ومهم عندهم جداً، وإنه سبب لهم جرح للدرجة دي، وده يخلينا نفكر ونحاسب قوي على مشاعر كل شخص إدانا من حياته ووقته محبة واهتمام. تعليقك إيه بقى على التقرير ده؟ هل ده فعلاً بيحصل لما حد بيدخل لعلاقة جديدة بيمنع خالص أصحابه بيكلمهمش؟ لكذا سبب. إيه الأسباب؟ أولاً عايز أتكلم على أصحابه، ياريت الواحد عنده أصحاب زي الناس دي، ده اولا. يعني يا ريت الناس دي لما عملوا كده ده معناه ان هم بيحبوه جدا جدا فوق ما يتخيل. يعني انت ما عندكش اصحاب بيحبوك يا امير؟ انا الحمد لله كل اصحابي بيحبوني لان انا كل اصحابي بحبهم، تمام؟ فده المفروض كان يتبسط باصحابه دول. البنت اللي حباها دي هو ما يضمنش هو داخل علاقه عامله ازاي، هل هي هتكمل او شكلت. الخازوق بقى ان هو لو كمل وسابته فخسر كل حاجه في حياته. لكن ان هو بيحبها دي هي اكيد لطيفة، أكيد خليته مثلا يحس بحاجة ما كانش حاسس بيها. بس إن أنت تبعد عن صحابك بالمنظر ده عشان خاطر واحدة أو عشان خاطر علاقة أو عشان خاطر حب حتى لو كزوجة، ده مش صح تماما. طب إيه رأيك بقى في بقية الخبر إن هم عملوا له جنازة كمان؟ هم عملوا يعني رد فعلهم كان عنيف. لا ده عملوا له جنازة رمزية. مفيش أعنف من كده، ده بالنسبة لهم يعني ده واحد مات من حياتهم بالزبط. يعني مستحيل يرجعوا إحساسهم إنه مات، يعني ده معناه إن هم عمرهم ما يتكلموا عنه، عمرهم ما هيفتكروه بحاجه كويسه. ان هم عملوه جنازه انه مات، دي حاجه كبيره، مش مثلا قطعوه، لا ده مات، يعني ما فيش حد هيفكر حتى يصلح بينهم، انت فاهمه؟ طيب امير كراره عمره منع مراته ان هي تكلم حد والعكس صحيح؟ لا عمرها ما حصلت. عمرها ما لا ما بتغيرش عليها؟ على مين؟ على مراتك. بس دي حاجه ودي حاجه، ما اكيد في ناس بيقولوا الغيره من الغيره ممكن تقول لها لا ما تكلميش فلانه، ما تخرجيش، ما تروحيش. لا ما هو الغيره لازم بيرتبط دايما معاها غيره وثقة أو عدم ثقة، تمام؟ في غيرة، في ثقة في مراتي، فأنا عارف إنه بتكلم مين وعارف الناس بتعاملها إزاي، وأنا عارف هي بتبقى في حدود بينها وبين أي حد بتكلمها سواء بنت أو سواء راجل. الموضوع عندي مختلف تماما يعني. والعكس بقى؟ والعكس نفس الموضوع برضه. نفس الموضوع طبعا. طب تمام، يعني أنت مش سي أمير؟ لا خالص، مش سي أمير خالص، ومش غربي يعني. أكيد برضه يعني لو شايف حاجة نازلة في مكان ولابسة حاجة ما تسمحش بالمكان ده، راحة كافيه مثلا، فلا البسي شبه الناس يعني، ما بلاش تبقي في النص ظهر قوي بالمنظر ده، مش هتستخدم العين في كل حاجه، انت فاهم قصدي؟ يعني ممكن يحصل موقف تقول لها لا غيري هدومك، ما انتيش هتنزلي باللبس ده. بصي هو قليل قوي بصراحه لما بيحصل ده، لان هي بتعرف توزن الموضوع ده. اللي طلع لها في المقدر الجديد بقى ابني الصغير، ودي حاجه غريبه جدا، عيل عنده 7 سنين، فهي لسه مثلا تكون بتكمل لبسها، يعني لابسه حاجه كات ولسه هتخش عشان تلبس الجاكيت عليها وتنزل. فمعديه مره فقال لها هو انت تنزلي كده؟ فقالت له اشمعنى؟ فهي قالت له هنزل كده، هي عايزه تشوف رد فعله عامل ازاي. قالت له هنزل كده، ايه المشكله؟ قال لها لا انت كل حاجه باينه، ما ينفعش تنزلي كده. انت اللي قايل له؟ والمصحف ابدا، هو لوحده والله العظيم. ده الجينات بتتحدث عن نفسها. وانا انبسطت عشان بعد كده قدامنا 100 ساعه اقول له ايه، خش انت خلاص يعني الجينات.